ونجم عربي كبير. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير على حبايبي وعلى عرفته الاستاذ عمرو والاستاذ صلاح مين وكل المشاهدين. معقولة والصوت بعيد بس يا منور يا قمر. يا حبيبي يا وليد. يا حبيبي لسه جايبيني في سيرتك دلوقتي. الحب مش كلام يا صلاح. يا روح قلبي ده انت اول فرحتي. ما لسه بنتكلم انا واستاذ عمرو دلوقتي انك انت من اوائل فرحتي وبره مع وليد عبد القادر صديقي المخرج. حبيبي وحشتني. انت اللي وحشتني وربنا يديك الصحه يا رب يا استاذ حبيبي. وراح حبيبي فين؟ ربنا يخليك. من اجمل اللي غنيته في فتره معينه هي من الحانه يا حبيبي. راح حبيبي يا منور يا قمر. طب راح فين حبيبنا؟ مش بس انا يا حبيبي. راح فين حبيبنا؟ ده نجوم كتير. روح قلبي يا وليد. يا استاذ وليد راح فين حبيبنا وليد توفيق؟ لا جميل ده موجود جدا. راح فين من صلاح شرنوبي؟ من صلاح شرنوبي. هو سؤال بالاصح راح فين حبيبي انا؟ لا المهم يا عمرو المهم تكون في قلوب الناس مش في عيونها. ونحن الحمد لله رب العالمين بنعمه من ربنا ساكنين في قلوب الناس الحمد لله بكل ثقه. الحمد لله يا حبيبي. شويه لظروف او لحاجات تحصل دايما لبرامج ما بنكونش منورين فيها، لكن اهم حاجه من دعا امي الحمد لله وحب الناس اني انا واسع اني ساكن في قلوب المصريين وقلوب العرب. الحمد لله يا رب. حبيبي الحمد لله. طب عايز 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 بس من حضرتك يا استاذ وليد يعني تحكي لي اول لقاء بينك مع الاستاذ صلاح. استاذ صلاح هو حاله ومدرسه معينه بعد غياب الكبار عن الساحه. فاكر والله وفيك الخير. كبروا في سنها. والله وفيك الخير وبتسال علينا. بحبها جدا. ايوه يا وليد. الله الله. ما دي كان اول حاجه باين. صلاح الشرنوبي ملا 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 الوقت ده ملا الساحه باغاني ناجحه وكان لون مميز. هو مزيج من الجديد والقديم. القديم الاصيل اللي هو تربينا عليه اللي هو بليغ وسيد مكاوي وعبد الوهاب. قادر ينزل بين الجديد وعطى مطربين هيتات نجحت على اغانيه. وانا واحد منهم رغم اني ملحن وعندي اغاني في السوق لكن كانت عيني عليه على الاستاذ صلاح اني اخد من هالمدرسه من اللون الجميل اني نغني ونعمل حاجه مع بعض. وكان ليا الشرف بكل حب اقولها اني تعاملت مع انسان بمنتهى الاخلاق والطيبه. واحنا ما في صلاح مش مادي على فكره. لا يا حبيبي لا ذكرياتنا حلوه مع بعض كتير قوي يا وليد والله الذكريات كتيره جميله. وكانوا ثلاثي حلو كشاعر وطارق عاكس الحبيب الوالد طارق عاكس. عملنا حاجات حلوه قوي. عملوا صحيح. يلا بقى بينا يلا بقى نعمل حاجات جديده بقى ولا انا خلاص فلست ولا حاجه؟ ان شاء الله. يا حبيبي سعيدين. يا حبيبي الكورونا تروح يا صلاح. ايوه عامله لنا قلق شويه. ربنا خير يا رب خير. يا رب تروح يا رب ان شاء الله. يا حبيبي ان شاء الله. سعداء بسماع صوتك يا حبيبي. سعداء كلمني بقى يا استاذ حبيبي. ربنا يخليك يا استاذ حبيبي. يا حبيبي اول ما اجي مصر اشوفك ان شاء الله. يا ريت تحياتي لمصر وعمار يا مصر. ربنا يخليك يا حبيبي. فنان كبير طبعا وليد توفيق.